يعني انتوا موبيليا ولا السيجاره دي انتوا موبيليا بجد ولا انا اتسطلت ولا ايه؟ ايوه موبيل. شوف بقى الشغل الصيني، تعرف منين الحاجه مدهونه لاكيه كده وبيضه منوره مش لاكيه مش اصلي؟ تطلع مطوه وتجرح فيها، لو جرحت تبقى مش لاكيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا واد؟ اثبت يا هيعورني هجيب دم. هو في لاكيه بيجيب دم يا مغفل؟ قول له. انا بقول له. هو في لاكيه بيجيب دم؟ ده شكله مسطول. انت بتكلمني ولا انت موبيليا ولا انا السيجاره دي؟ لا موبيليا. سيبك من اللاكيه ده هيجنني. تعرف منين بقى اذا كان الحاجه خشب زان اصلي ولا خشب كروته؟ تولع فيه، لو ولع يبقى مش زان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عيد ميلاد ايه اللي هو؟ ما تثبت زان. بس العيال عيال هيولع فيا. هو في زان بيولع. هو انا زان يا مغفل؟ يعني هو انا كنت لك ايه؟ عبها لك يعني. بص انت قلت لي زان. لا بص انا ردها ده خبيث في الكوميديا تلاقينا راح قايل عجبتني. لا انتوا بتكلموني ولا انتوا موبيليا؟ ايه ده؟ لا هطول خلاويز خلاص. والله بعودة يا رمضان. أنا مش عارف إيه المكرتم ده. طب ده شماعة ده كومودينو هو اللي بيبقى مكرتم كده. بس ليه الدرج ده من غير أكرة؟ ده لازم أفتح اللي تحته وأزق ده كده. كومودينو بيغير؟